الفوليه والسمسميه حلوين قوي يا جماعه. بس قبل ما نبدا ناكل انا عايز اقول لكم معلومه. سنه 1798 نابليون بونابرت دخل مصر، بعد دخوله بشهرين جيب عادل مولد النبوي. ما كانش حد هيحتفل بالمولد النبوي، نابليون هو اللي عمل حلاوه المولد وامر باقامه احتفال المولد النبوي. والجبرتي مؤرخ الحمله الفرنسيه على مصر قال ان نابليون وقف يرقص بنفسه هو وكبار الضباط بتوعه في المولد النبوي. بعدها بشهر واحد بس، بعدها بشهر واحد كان نابليون بونابرت بيحاصر المسجد الجامع الازهر بالمدافع، وضربه بالمدافع وقتل 2500 مصري جوه جامع الازهر غير الاف الجرحى التانيين، ودخل الجنود بتوعه بالخيول وبالاحذيه بتاعتهم جوه جامع الازهر، وربطوا الخيول في القبله وداسوا المصاحف والقران وهم ماشيين. هو نابليون بونابرت يا جماعه. ولكن الازهر رمز العلم، هو مش عايز علم، هو عايز الجهل، هو عايز المولد والرأس. انا عايز اقول ايه، انا عايز اقول يا جماعه ان ميلاد النبي عليه الصلاه والسلام هو اجمل حدث حصل في الدنيا كلها. ميلاد النبي هو اكبر فرحه ربنا من علينا بها في الحياه كلها. فميلاد النبي ده حاجه جميله قوي كلنا بنحبها، ولكن نحتفل بميلاد النبي ازاي؟ ميلاد النبي عليه الصلاه والسلام هو اجمل حدث حصل في الوجود كله. ميلاد النبي عليه الصلاه والسلام هو اكبر نعمه من ربنا علينا في حياتنا. احنا فرحانين قوي بميلاد النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن نحتفل بميلاد النبي ازاي؟ العلماء اتفقوا على حاجه واختلفوا في حاجه. اتفقوا على ان الاحتفال بالرأس والبدع والخرافات وانك انت تعتقد ان الحلاوه دي تتاكل في يوم معين في السنه، قالوا الكلام ده كله حرام يا جماعه. دي حلاوه جميله تاكلها طول السنه، تاكلها في اي وقت، انما ان الرأس يبقى احتفال بالنبي قالوا دي اهانه للنبي عليه الصلاه والسلام، ده مش واحد بيحب النبي. واختلفوا فيه. طب لو هنحتفل بالمولد النبوي باحياء سنه النبي وينشر دعوه النبي والكلام عن عظمه النبي عليه الصلاه والسلام، هنحتفل بميلاد النبي عليه الصلاه والسلام بان احنا نحيي جهد النبي وننزل نتكلم عن الاسلام وننزل ننشر دعوه النبي وجهد النبي وهم النبي وفكر النبي، اختلفوا. في ناس قالوا يجوز زي السيوطي وزي ابن حجر العسقلاني وزي ابن كثير وزي ابن الجوزي وزي الطاهر ابن عاشور وزي السخاوي، وفي ناس قالوا لا برضه حرام زي ابن تيميه وزي الشاطبي. قالوا لا، اصل هو ده مش تكريم، قالوا النبي ده اعز حاجه علينا في الدنيا. فالنبي عليه الصلاه والسلام احتفالنا بمولده ده طول السنه، طول السنه باحياء سنته واحياء جهد النبي عليه الصلاه والسلام. طيب انا دلوقتي جاي اقول لكم ايه، انا جاي يا جماعه ادعوكم الى الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاه والسلام، انا جاي ادعو امه محمد الى الاحتفال بمولد النبي. بس تعالوا نحتفل بيه صح، تعالوا يا جماعه نحتفل بيه صح. البابا فرانسيس سنه 2013 بابا الفاتيكان لما لقى في عيد ميلاد المسيح الناس بيقعدوا يزنوا ويشربوا خمره وقال ده خرافات، قال ده جاهليه، جاهليه، حرم الاحتفال بميلاد سيدنا عيسى. قال لك لانه هو فين المعنى الديني اصلا؟ ما فيش اي معنى ديني، ده زنا ورقص وخمره والعياذ بالله. فهو نفسه اللي قال كده لما لقى ان ما فيش اي معنى ديني. يا اخوانا نيلسون مانديلا الامم المتحده بتحتفل بميلاده سنويا، ادي ميلاد واحد اهو فيلسوف مفكر عظيم مغير قائد، قالوا الاحتفال بيه عشان ننشر فكر التغيير في العالم. الامم المتحده قالت ان الاحتفال اليوم السنوي لميلاد نيلسون مانديلا ده يوم ملهم لجميع قاده العالم وجميع شباب العالم انهم يبقوا شخصيات تغييريه. هو ده الاحتفال بالعظماء يا جماعه، ما فيش حد بيحتفل بالعظماء بالحلاوه. الاحتفال بالعظماء لازم يبقى بطريقه صح. الاحتفال بالنبي عليه الصلاه والسلام لازم يكون على قدر النبي، لازم يكون على سنه النبي عليه الصلاه والسلام. تخيلوا واحد من العظماء مات مفكر، فجم عملوا احتفاليه في عيد ميلاد في يوم ميلاده ووزعوا الكتب بتاعته. الراجل ده ربنا احياه، فلما صحي فبيقولوا بتعملوا ايه؟ قالوا له بنحتفل بميلادك وبذكراك. الراجل ده هيفرح طبعا. طب لو النبي عليه الصلاه والسلام صحى يوم ميلاده، لا الاحتفال بالراس، الاحتفال براس الرجال مع النساء، لا البدع منتشره في بلاد المسلمين. انا بتكلم معاكم دلوقتي يا جماعه كام حاجه، يعني الصلاه، يعني الوقت كنا بنصلي في المسجد، كام واحد ماشي دلوقتي وهو ما دخلش المسجد، ما صلاش النهارده صلاه لربنا اصلا. انا ممكن اكون بكلمكم دلوقتي صوتي مش قادر يوصل للمايك بسبب الاغاني والمعازف اللي هي كلها ده هي على خلاف سنه النبي عليه الصلاه والسلام. لو النبي صحى في يوم ميلاده بقى هيقول ده تكريم ولا هيقول ده مش تكريم؟ ده اهانه. عايزين نحتفل بسنه النبي صح، عايزين نحتفل بسنه محمد عليه الصلاه والسلام. عايزه تحتفلي النهارده بسنه النبي عليه الصلاه والسلام، انزلي كلمي بنت مش محجبه على الحجاب. عايز تحتفل بسنه النبي عليه الصلاه والسلام، انزل كلم واحد ما بيصليش عن الصلاه، ادعي واحده غير مسلمه للاسلام، اتكلم عن، اشرح كتاب عن سيره النبي للدنيا كلها، عرف النبي بعظمه سيدنا محمد. ده الاحتفال بسيره
النبي. النبي هو اعز شخص علينا في الوجود، وعشان النبي عزيز علينا قوي عليه الصلاه والسلام، عشان كده احنا عايزين نحتفل بسنته بميلاده عليه الصلاه والسلام 365 يوم في السنه. عايزين نحتفل بان احنا نحيي دعوته، نحيي سنته، ان احنا نتكلم في الدعوه الى الله، ان احنا نشيل منهجه، ان احنا نبقى فعلا مقتدين بالنبي عليه الصلاه والسلام. مش محمد بن عبد الله اللي يحتفل بميلاده بحلاوه يا جماعه، مش محمد بن عبد الله اللي يحتفل بميلاده براس يا جماعه، مش محمد بن عبد الله اللي يحتفل بميلاده ببدع يا جماعه. محمد اللي عاش حياته عشان الدعوه ومات وهو بيقول بيحتضر وبيقول الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم. النبي مات وبيتكلم عن ربنا، مات وبيدعو الى الله. الاحتفال بميلاد النبي اللي ولد 12 ربيع اول ومات 12 ربيع اول عليه الصلاه والسلام، ان احنا نحيي الدعوه بتاعت النبي ونبقى دعاه عشان نبقى معاه في الجنه باذن الله، وندفع ثمن ان احنا نبقى جيرانه في الفردوس الاعلى. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.